شو صار بالشعر؟ ليك أمي على النار. أمي روحي البسي الزينز وتعي. العمى زرقان، شو بدي أعمل له أنا يعني؟ ولي على عيونه شو سهطان، الهيئة ما رح يقتنع. أمي هذا آكل عليه الدهر وشربان. خلص لك أنا أمي، خلينا نعيش بهالبيت، والله قلبي انشرح له. لك أمي البيت مو باسمه. اسمعي، إذا ما اقتنع بركي بتقنعي يسجل البيت باسمه. هاي سهلة، بس أمي كيف بدي أحكي معه؟ يعني أبي دايما قاعد معنا وأنا ما بقدر أحكي قدام أبي. ولا يهمك، تركي هاي علي، أنت جيب الشاي والحقيني. ماشي. اسمعي لقلك، بركي بتحسني تقنعيه انه يسجل البيت باسمك. لا امي لا، هاي صعبة كتير، ما رح يقبل. جاي حاولي قبل ما ينقذ مني. هيك قلتي؟ ايه طبعا امي. طيب. ابو ربيع ماله قليل بنوب. طيب بركي بتحسني بعد جواز. بدنا نشوف، بجوز بتحسني. لك بتحسني انتي نوقاية تربعيتي، بتحسني. جاد رنا؟ نعم ماما. ما خلصت وظائفكم لسه؟ لسه ماما. وانتي؟ انا قربت خلص ماما. يلا بسرعة لانه تأخر الوقت، لازم تناموا. ايه ماما؟ حاضر ماما. اهلين صلاة. وين هويتي؟ بالخزانة. وينك ما بين طول النهار؟ خلصتي المعاملة؟ طلال ما بلشت فيها لسه. ليش بقى؟ ما في داعي لهالشي. ايوة على اساس ما الفرق بيناتنا، ما هيك؟ اكيد طلال. ايه روحي جيبي الهوية روحي. حاضر. ما بصير يا ام جميل نتركهم لحالهم، ما بصير. شو صار لك؟ مالك شايفني وقفت له؟ ما بصير ما بصير. اسكت خليني اسمع شو عم يحكوا. هلا بدك تسمع من المطبخ من هون. ايه بسمع، لا تخاف. اسكت انت. شبك ابو ربيع؟ مو على بعضك كانك؟ حدا شافك بهذا الزينز؟ ايه. مين؟ مين حكي لي؟ ما قلت لي ابو ربيع رح تسجل البيت باسمك؟ لك رح اسجله ورح اسجله، بس مين اللي شافك فيه؟ ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. ما رح اقول لك. قلي لي هلا مين شافك فيه؟ خلص خلص رح اقول لك ولا يهمك. أمي وأبي بس. أنا بدك تشتغلي فيه، بدك تشتغلي فيه. والله طيبتي لي عقلي. أبو ربيع بتغار؟ طبعا بغار، ما بتعرفي النتج شو بيقول يلي ما بيغار. لا أبو ربيع على سلامتك محشوم. لك أنت نوقاية، أنت نوقاية عقلي، نوقاية قلبي. لا أبو ربيع هلا بتجي أمي بتشوفنا بعد بعد روح. لك بتجي شو نحن عم نسوي؟ شو ابو ربيع؟ كل عام وانت برب الفلق من شر ما خلق. سخن لكم الشاي ولا اعمل لكم غيره؟ يا ليك طول اكثر. ما بدنا عذابك، ما بدنا عذابك مرت عمي. امتى كتب الكتاب ابو ربيع؟ بكره كتب الكتاب والدخله سوا. مو لنستلم البيت؟ شو هي كيما؟ بكره بندفع المصاري ونستلم البيت. بعد ما ننزل على الطابو بنعمل الاوراق وبنتجوز على طول. شو فيها؟ انا هيك متفق مع المكتب العقاري. خلص لكان، توكلنا على الله. على راسي، على راسي كلامك. تصبحي على خير. شكرا. بداية عمري. انا ما رح انام. انت نامي واستريحي. انا ما رح انام الليلة من الطابو. شو ابو ربيع؟ مطول؟ جاي جاي يلا جاي. خاطري انه جاي. خاطركم تصبوا على البيت. الله معك. شو صار ولك نو جاي؟ امي رح يكتب البيت باسمه. تقبري قلبي، تقبري قلبي. شو نغشة وفهماني كنك امك. ايه بس امي شو مشان ابي؟ لا تاكلي هم ودواء عندي. اه ايوه اذا هيك شي تاني. لك ما بقصد ولك مقوصة. توبري امي، تعي توبري. يا روعة يا بنتي طولي بالك، شيرين مو قصدها تسجل، صدقيني ما انا متهمتك. هي كتر خيركم مرت عمي،
بس انا ما عاد فيني اقعد بهذا البيت ولا يوم. طب خليكي للصبح بلا ما تروحي بهالليل. كون ما عندي كرامه اذا بقيت هون. لا بالغت كثير، بالغت كثير ست روعه. بدك ياني شوف هالمبلغ معك واسكت؟ شفتي مرت عمي هي عم تتهمني مره ثانيه. ليش ما قبلتي تشوفي القصاص طلال؟ لانه ما بدي دخل حدا غريب بيناتنا. لا يا شيرين، ما بدك تظهر الحقيقه وتطلع براءتي وتنكشفي. اذا هيك لك نجيبي؟ لا حبيبتي ما عاد في داعي. لا تواخذيني مرت عمو. وشكرا كثير شيرين، بس بكره رح تكتشفي انك ظلمتيني. برضاي عليكي وين رايحه بالليل؟ الله يخليكي يا بنتي، خليكي للصبح. روعه. امي لا تعطي همها، ظاهر عليها ما بس بتدبر حالها، بتدبر بلد. اخ يا بنتي اخ، ليش ما خليتي للاستاذ؟ لك اسمعي، رح يقول الكلام اللي بدها اياه. ليش؟ شو في بيناتهم؟ امي لا تفهميني غلط، بس بقصد انه هذا الاستاذ ومرته كثير بيعزوها لروعه. خلص امي خلينا نروح على الاوضه، لازم تنامي، بكره عندك مستشفى. يا رب. لا حبيبي علاء، خلص ال 70,000 ما عاد بدي اياهم. حقك على رازي، صدقني انشغلت كثير، ما بعرف ليش نسيت احكي معك. لك لا لا يا رجل، صدقني ما لازميني خلاص. طيب طيب، بكره بحكي مع زهير وبركي بنمرق لعندك. مع السلامة. ايوه. وهي فينا اوكي؟ سمعتك عم تحكي مع علاء عن 70,000، شو قصته؟ موضوع انتهى. مو من حقي اعرف؟ مبلغ تدينته وما عاد لزمني. من شان؟ تحقيق القصة؟ حاسستك صار عم تخبي عني كثير، شو القصة؟ لك انت شو قصتك؟ اوه علينا، انا عم اعمل قصة. طلال لا تعلي صوتك وجاوبني اذا سمحت. طيب برايك الزوجين ما لازم يخبوا شيء على بعض، ما هيك؟ لا ما لازم يخبوا شيء عن بعض. برافو، وليش برايك؟ طلال انا مستغربة ليش عم تحكي معي بهي الطريقة. لا تهربي. هو علينا. من شو بدي اتهرب؟ انت لسه ما جاوبتني على سؤالي. رح اجاوبك عايدة. المبلغ بدي اتدينه مشان سفرة بيروت، وقت قال التاجر انه سفري على حسابه تراجعت ونسيت احكي لك. ما خبيت عليك عن قصد. انت في شيء بدك تقولي لي اياه؟ لا. اوكي، انتهى الحديث. هلا هيك انتهى الحديث؟ تافه مو هيك؟ اكيد تافه. من وقت ما تزوجنا لهلا كل ما بجي على هالبيت بحس انه حيصير في خناقه. وصل على باب البيت بحمل حالي وبطلع، رد بوصل على باب البيت رد بحمل حالي وبرجع. انا اختنقت، طقيت، ما عاد فيني اتحمل. معقول يكون عارف؟ لا لا، الوقت صار مو مناسب. يا ربي كان لازم احكي له عن شاكر من اول يوم، بس هو ما اعطاني فرصة. شكرا كثير سلطان على الموبايل. المهم صار فينا نحكي مع بعض. ايه اكيد. تصبح على خير. انت بخير. باي. فايقة؟ تعي تعي. شو بك حبيبتي؟ ليش زعلانة؟ وينها ماما؟ ماما راحت مشوار خطير. يعني لخوي؟
يا الله شو حلوة هاللعوبة، شو سميتيها؟ ما بعرف. طيب شو رأيك نلاقي لها اسم؟ مثل شو؟ مثل شو مثل شو؟ ندى. تحلى الاسم. صار لعلك شي لحتى تجيبي بنتك، تعيش معكم بسرعة. شو فيها زهير شو فيها؟ أنا ما عم بفهم عليك، بعدين تعال لك هو اللي أصر مو أنا. إيه لا حبيبتي، لا يا عيوني، هالأسلوب مو معي. أنا أسلوب؟ يعني لا تفكرين قدامك علاء الغبي. اسمع زهير، أنت بتعرف كتير منيح إنه أنا وافقت على هذا الموضوع مشان آخذ قرشين لعالج فيهم بنتي ندى، وأنت أكتر العالم يا زهير بتعرف ندى شو بتعني لي، هي كل حياتي. بعرف، بس هذا الشيء ما بيمنعها تأجلي جايتها، لأنه هلا رح يبلش يتضايق منك ومنها، مو يتعلق فيكي، يعني ممكن يكرهك. لهالدرجة؟ وأكتر، جايبتي له عفريتة تعيش معكم. شبك زهير؟ لا تقول عنا عفريتة. وستين عفريتة كمان، شو بدي أقعد تغزل فيها هلا؟ اسمعي، بتلاقي طريقة، بتلاقي أي عذر وبتبعتيها لعند ستة. ما بقدر، لأنه لازم ندخلها على المستشفى. زهير شبك نسيان إنه لازم ننقلها صفيحات؟ ماشي، بس تخلص من المستشفى بترجعيها وبتفضيله. ايه وبركي تمسك بالبنت وما رضي لأنه عم بيقول لي حاببها. بدك عم بيسايرك، لسه ما مل منك. استعجلي وصرفيها قبل ما يمل منك ومنها. لك هلا بتروحي على البيت بتلاقي عايف أمره ومنها. علاء لهلا ما تزوج مشان يضل حاله يتفرغ للكتابة. مزبوط الحق معك. خلص اوكي حاضر. ولا بتعملي شيء قبل ما ترجعي لي. بعدين لا تنسي الشيك اللي موقعتي، لأنه إذا مل منك أو ما نجح العملية بدك بيت خالتي. ماني نسيانة سكي. خلينا نزلكوا اسمه لحاله. ما اتفقنا بالمواس؟ خلصتونا عمي. ليك هدول اثنين شباب صار لهم يومين ثلاثة عم يلحقوني. هدول اثنين؟ ايه خوفوك هدول اثنين؟ ايوه هدول اثنين خوفينا. لك صار لهم مدة عم يلحقوني. ايوه يا همك هدول وصويس عندي. صار ما صار خبرني بس انا مستعجل. بدك شيء؟ لا لا لحظة، يمكن الموضوع بخص معلمك. ابو جابر يسرع عرضك، شو بخص معلمي؟ مستعجل عم قلك. لك لحظة لا احكي لك. شو تحكي لي؟ لك اخي اخي امشي، طالما بتعرفهم امشي. لك ما بينحكوا هون. لا ما بينحكوا هون. شرف
اخي مثل ما عم اقول لك، انا لما كنت مسافر شفتهم لهدول اثنين عم ببنشروا دولاب السياره قدام بيت ابو جميل. ابو جابر متاكد؟ انا متاكد. ايه هدول الاثنين اللي كانوا عم يركضوا وراه؟ لك ايه هدول الاثنين، وبنفس الليله انقتلوا الرجال عند بيت ابو جميل. عند بيت ابو جميل. وليش ساكت لهلا يا طارق؟ شو بدي اعمل انا؟ ابو جابر خبرني موضوع مثل هذا ما مسكت عليه. خبرني يا اخي لخبر معلمي، راح يروح فيها الزلمي. لا اله الا الله، هذا اللي صار. يخرب بيتهم، يخرب بيت بيتهم. متاكد انت؟ ايه. شو بدك تعمل هلا؟ طولي بالك شوي. شو بدي اعمل طارق؟ امشي معي. لوين؟ امشي معي عالجنائي. طول بالك يا طارق. اسمع، تشهد بهذا الكلام؟ انا بشهد. قول الله. لك وين سحبوا هذا طارق لأبي؟ امي بليشي بلية. يا امي انا من امبارح قلت لابوك يروح يبلغ الشرطة، هيك احسن. الله يجيره من هالقصة يا رب. لك شو بك خايف؟ لك شو ما بدك كان يخاف؟ طارق بيعرفنا، بيعرفنا مزبوط لك تايم؟ لك ما عرشنا. لك وإذا ما عرشنا بس بخاف إنه صاحبنا يحكي له حكايتنا. لك طارق أجدب، شو بده يطلع منه يعني؟ ما بعرف شو بده يطلع منه، بس فكر ينزرقل إن الحارة يومين. خلينا نريح راسنا. الله يوفقك. أخي رح نكف مغيب يومين ونرجع الحارة. ماشي. امشي. عبودي شو في لك تايم؟ شو فاتتنا هالقصة؟ لك فهمني، لا تقرني، فهمني شو في. طارق جاره وطارق رفيقه لخالد، يعني معقوله مرق هيك بالصدفه وشافنا نحن عم نبشر السياره؟ ايه مو معقوله. ما تدوزنت براسي، يعني ما فهمت. اذا هذا الزلمه لها في الشنطه بيكون طارق شريكه، وطارق حرام يعتيه ابن كار، وخالد ما رح خبي شيء عن طارق. والله فوتتني بستين حياه لك تايم. شباب مو قدي عبودي، مو قدي لك، عم زبطها بنافوخي ما عم تزبط. أخي أعطيني من الآخر، والمعنى؟ المعنى؟ ما رأى أتحرك من الحارة. لك رح تروح منا شنتاي ونحن واقفين مثل الجدبان. والله لقيم عيونك يا طارق، أنت اللي معك. وإذا طلعت حساباتك مخربطة مثل العادة؟ بقص إيدي بالباط من هوني إذا ما بكون حسبتي مزبوطة. بس دوب سيكريت. أخذ لك سيجارة؟ لا يسلموا، ما بدي. ابن نايس، ليش أنا معي دخان؟ امشي. شاخ لك رح يطق عقلي. لك ابو جعفر رح يطق عقلي. لك ما عم بفهم لهلا شو اللي صار مع طارق وليش رجع. يا سيدي اكيد الشيء اللي منعه من الجاي لعندك كثير كثير مهم. المهم هذا الزلم اللي حكيت لك عنه ما عرفته؟ اذا ما خاب ظني هذا جاره ابو جابر. ما هو هذا اللي مخوفني. لك اخي طارق وجاره ابو جابر مالهم طيبات بنوب. عن اذنك. لوين رايح؟ بدي اطمن. قلت لك انا رايح. معلش ابو جعفر، رح اروح شوف البنت وزورها واجبر بخاطرها قبل ما يصير شيء. انو بنت؟ بعدين ابو جعفر، بعدين بحكي لك كل شيء. هذا المشوار كان لازم اعمله من زمان. لوكا مزبوط، ودير بالك مليح ام خالد. وكل الله ابو جعفر. يلا بخاطرك. مع السلامه. يلا ماما ما عاد تقدر ولا شرحت حبيبتي. بس هلا ما اكلتي والله ما عاد تقدر. ما في خلص، ما في داعي للشرح كله. وقف عليك، مو هاد اللي طلع لي؟ خلص انتهى. انا بقى فرصه مر لعندك وباخذه. ماشي، الله معك، مع السلامه. شو حبيبي في شيء؟ هذا اخي المحترم كان عم بيحاكيني. خير؟ صار له سنه ونص ما حاسبني على ارباح المعمل طبعا، وهلا بيقول لي طلع لي مليونين و800 الف ليره و900 ليره للامانه. ها ايه شو يعني؟ مو منيح؟ كيف منيح يا هيام؟ معمل بيجيب ارباح عشرات الملايين. يا بدهم ياني بيعن حصتي بتراب الفلوس، يا بدهم يسرق. استغفر الله العظيم، والله عيب. عيب، نحن اخوه. طيب اطلب الحسابات. وفين يجيب محاسب كمان؟
بس ما بيسوى نسمع الناس فينا ونبهدل أبي بقبره. على كل حال لازم نلاقي حل هالموضوع. على فكرة رح أحكي مع عم مصافر ترجع تداوم. ليش حبيبي؟ خلص ما في داعي، خلص العرس. رح نضل عرسها كل عمرنا، بس بتحتاجيها. مثل ما بدك. أخذتي موعد مع المستشفى مشان ندى؟ إيه بكرة. شو حبيبتي؟ ما بدنا نروح على المدرسة؟ بلا بدي. عظيم جدك، رح حطك بأحسن روضة بالبلد، يكون فيها علم ويكون فيها ترفيه، وأهم شيء يكون فيها ألعاب. لك الله يخلينا إياك وما يحرمنا منك يا رب. لك هينا تدوش هاي. ليش تأخرتي امبارح؟ بالشغل امي. يا امي وطوا صوتكم. ابوكي راح، لما بحكي معك بتطلعي فيني. ورجيني خلقتك. ها وهي ورجيتك هالخلقة حلوة ما؟ اسمعي ولي، انا اليوم بدي روح شوف وين انت عم تشتغلي. ايه تعي. وين المشكلة يعني؟ انا ما بخاف اصلا، ما عم بساوي شي غلط. بعدين انا ترباية ام ربيع وابو ربيع. لك يا امي والله أنا عم بحكي هيك بخوفي عليكي. لا أمي، هي اسمها قلة ثقة. بس شو بدي أحكي، خلاص نيال المظلوم عند ربه بريء. حبيبتي هي مو قلة ثقة، هي محبة. ليش أنا في حدا بيحبني بهالبيت؟ شو هالحكي؟ لك يا أمي نحن كلنا منحبك. إي والله والله، أنتي وإختك عندي إياكم بالدنيا كلها. بعرف أمي بعرف، وانتي ما في احد من قلبك. الله يرضى عليكي وعلى اختي. بس انا مصروفي كتير كبير، بدي اجار طريق وبدي كتب، بدي 100 شغله وشغله، وابي الله يعينه ايده هيك. استحي ولي. ماشي امي، انا بدي روح على الجامعه، بخلص الساعه 2 مشان روح على الشغل. بقى قولي لي وين بدك لحتى لاقيكي، مو مشان شي، مشان ترجعي ثقتك ببنتك. لا امي مالي رايحه، لك انتي تربايتي وأنا بثق فيكي وبأخلاقك، بس الله يجيرنا من أبوكي. أختي شو اسم المحل اللي عم تشتغلي فيه؟ اسمه النعجاكي 3 أختي. ليش هيك عم تحاكيني هلا؟ شو قلت لك أنا؟ ما قلتي لي شي، بس عم تحشري أنفك بشغلات ما بتخصك بنوم، وقلتي بمشاكلك وبعدين تفتي لي مشاكل غيرك. ما انا هيك بدي. يا ابو ربيع وبعدين شو هالقصه معاه؟ ليش انا ما قلت لك؟ لا والله ما قلت لي. ايه ما راح اقول لك. أنا مستعجل، بدي استلم البيت اليوم قبل بكرة، ما بقدر استنى لحتى يصير الفراغ بالطابو. لك يا أخي فيك تستلم البيت اليوم إذا بدك، بس تدفعلي كامل المبلغ. أخي مو أصول لازم يضل المبلغ على الطابو. لك يا أخي أنا عم بيعك بيت بفرشه. إيه وجهك هاد؟
صلوا على النبي يا جماعه، انا بحل لكم اياها. ايه تفضل حلها. ليش ساكت عمي؟ بتدفع له المبلغ اللي عم تقول له عليه، وباقي المبلغ بضل عندي امانه ليوم الطابه. اجا هيك انا موافق. وانا ما عندي مانع، اذا بدك تستلم اليوم البيت. اليوم اليوم. اصبح خلينا نقرا الفاتحه وبعدين نكتب العقود. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير بابا. صباح الخير. بدك شي مني؟ انا رايح الجامع. سلامتك ماهر. امتى امك اتصلت فيك؟ مساء. في شي بابا؟ غريب هالمرة ما قلت لي لا تقول عنا. ما بعرف. بسيطة بابا، ما في داعي تبرر لي. أمك ما اتصلت فيك يا ماهر؟ لا بابا القصة مو هيك. لا تكذب جودي، أنت بتعرفها. شو علاقة جودي بالموضوع؟ هي قالت لي إن أمي جاي على البلد. آه، يعني علاقتهم حميمة وفي اتصالات بيناتهم. يمكن. وأنت من إمتى بتعرف إنهم بيعرفوا بعضهم؟ من أول ما تعرفت على جودي بالجامعة. آه، بس ما قلت لي بابا. معناها أنت بتعرف مين عم يعطي أرقامنا لأمك، ما؟ قل لي بصراحة، ليش عم تتظاهر هيك انك محتار ومو عارفان منين عم تجيب ارقامنا؟ لاني طلبت من جودي انها ما تعطي رقمي. وهي عملت اللي طلبته منها؟ اكيد. بابا انت بتثق بجودي؟ ايه بابا، جودي صادقة معي. صادقة؟ بجوز. ما بيهمنا بابا ان كانت ساده ولا لا، بس انا عاتب عليها لانك عم تخبي علي. اسف بابا، بس ما كنت حابب احكي بموضوع. اوكي بابا، يلا حبيبي تاخرت على جامعتك. حاضر، مع السلامه. انت ما بتفهم، قلنا بطلنا الدراسة، ما في مدرسة يعني ما في مدرسة، كسرنا الدف وبطلنا الغني. يا أبي كرمال الله لا تبطل من المدرسة. طب بدي كسر بحسن. خلص يا أبي خلص، مشان الله مو بدك يعني يروح معك، بس لا تضربه. لك فوتي انت، اشلعي صدريتك وتعالي، وانت امشي من هون احسن ما كسر راسك. ها ورح تنام عند الجماعة ولا بالبيت؟ لا بالبيت. امشي لك ودي بسرعة. لك يا الله وليه؟ رح نتأخر على المخنوقة. خلصت يا أبي. يلا قدامي. Thank you.
ارفعي راسك. اللي مثلك ما بيوطي راسه، اللي مثلك بيرفع راسه وبيكتر. يا رجل اوعي تبكي. يعني وصدقني اذا ربك اللي خلقك وخلقني بيحب المظلوم وبيوقف معه، بدك يعني انا اظلمك؟ رح تضل اخي، اخوكي وابوكي وكل عيلتك، وتارك معلق هون بهالرقبة. لا بوس ايدك لا تضيع حالك، انا الله بياخذ لي حقي. هذا بالسما، بس على الارض لازم يتعاقب. الله بيعاقب بالدنيا وبالاخره، وانا بدي حقي الله ياخذ لي اياه. وعدني انك ما تعمل شيء، وعدني. صعب، ما بحسن وعدك. اللي عملوا فيني هيك ما بكفيني فيهم الموت. بس يا هل ترى اذا ماتوا انا بحسن بتجوز طارق؟ عود اخي عود. شو عم فهمك امي؟ هذا رجال كبير وطاير عقله فيكي، بتجيب المسايسة وبتسحبي منه قد ما بتقدري. بدنا نأمن مستقبلك. ها لا تاكلي هم امي، خلاص عرفت دواء لابو ربيع. تقبريني شو بتفهمي، بس ليكي ما بيجيب المعاندة، ابو ربيع راسه يابس. مو علي امي، مو علي. لا هلا ما لبستو، واعدين الزلمة على باب المحكمة. وما يشرف ياخذ العروس من هون؟ ما بالحق، ويلو البيت ويلو كتب الكتاب. ايه وشو صار لو اجلتوا كتب الكتاب يومين ثلاثة؟ ايه خربت الدنيا كلها العجقة بسببها. مليت مليت يا ام جميل، لسه فايت طالع لعنا وهو. خلصنا بقى، قوموا البسوه. ابوكي غيران عليكي، بس الحق معه، هداك انفرط وفرط فرطة. ما تحكي هيك امي على عريسي، بزعل منك. صاي ذكرتيني، بطليله هي حماتي، يبعت له 60 حمى. خلص تكرم عينك، بكرة بخلينا ديلك مرت عمه. عم الدبب ان شاء الله. وينكم؟ حرك وتأخرنا. لك شبك لسه في وقت. بده ينزلنا بالميكرو، والله ماني منزلتك الا بتاكسي. عروس يهت قبريني حقيني. لا تاكلهم، اكيد ما في شيء. هلا بروح على الحاره وبتطمن لك. تطمني لي ولا بتطمني لنا؟ رجاء، وقت شفتي لطارق جاب لك شيء سيره مرتي وابني؟ ما قلت لك كان طالع خلقه علي لاني متاخره، مع انه الجماعه وصلوني على باب البيت. ايه معلش يا رجاء، طارق بغار. شو مشتاق شوف ابني. انا بجيب لك يا. لا رجاء، الجنائيه معبية الدنيا، اذا حسوا عليك بتبتلي. خلص لا تاكل همي. لا لا الله يخليك، خليني اعمل لك شيء، صدقني بدير بالي. بعدين انا والله جعبالي شوف ابن اخي. طب كيف هلا اذا رحت لعندك على البيت بجوز تلحقني الشرطه؟ مو هيك؟ مو بجوز، اكيد. بس اذا رحتي على بيت حماتي وقلتي لها لحماتي تجيب خالد لعندها، ساعتها فينك تجيبي لي اياه من عندها. طيب دلني على بيت حماتك. ماشي، وراح اكتب لك كمان ورقه وحط فيها علامه لحتى ما يشكوا فيكي او يخافوا منك. طيب بسرعه، شو مستني؟ والله بستني الورقه والقلم. ما عندي، عمي طلعني من المدرسه اول ما ماتت امي وشغلني معه. صدقيني انت لا تكمل اخي، المتعلمه احسن. سيدي ما علينا، انا راح اشتري دفتر. شيرين، تعلمي انك ما تطلعي لورا. هلا روعة حتى لو كانت مظلومة مثل ما عم تقولي، هذا ما بيغير شيء بالموضوع. المهم تفكري باللي جاي. بس مهما كان هي قريب، بعدين والله انا بحبها، مو هين علي اللي صار. شو هي بتحبيها؟ انت هلا ما بتحبي حدا غيري. يعني هو حبك غير حبه. المهم جودت، امتى رح نتجوز؟ اليوم بنسهر بالمزرعة وبنحكي. مو بس رح نحكي، رح اعطيكي كل شيء وعدتك فيه.
وسيادتي. بس ماما لحالة بالبيت. معناتها بنأجل موضوع الحديث بالزواج لحتى تصبر ظروفك. بس يعني شو بس بدك ياني أعدلك عند الست الوالدة؟ لا ما أقصد هيك أبدا. إذا ما بتفتحي لي موضوع الزواج لحتى تصبر ظروفك ونتفرغ لبعض. الحق معك. بس يعني ليش هيك زعلت عم بتناقش؟ لأنه الموضوع بسيط. بتجيبي لخدامة. شو؟ ما رديتي؟ يعني الخادمة بدها مصاري والمبلغ ما هو صغير. رح دبر حالي. شلون؟ رح بيع شي من عندي. مثلا؟ لسه ما فكرت. اختاري الكلمة اللي بدك اياها المهم انك تقولي لي قصدك تتزوجني؟